صوت العرب من أمريكا تقدم نساء المؤمنين. فكرة وإعداد مجدي فكري. تقديم ليلى الحسين وفضيلة الأستاذ عبد الجليل منصور. هي صحابية جليلة تعرف بشهيدة البحر وركبة البحر، وهي أنصارية من بني النجار، وهي أخت أم سليم وخالة أنس بن مالك وزوجة الصحابي عبادة بن الصامت. أسلمت بعدما عرف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعض القبائل القادمة من أنحاء الجزيرة العربية على دينه الجديد، وكان من بين من لقيهم بني النجار. سمعت حينها بعض آيات القرآن فأسلمت هي وأختها أم سليم، وكانتا من أوائل المسلمات في المدينة. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل عليها فتطعمه، وذات يوم دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته، ثم نام رسول الله صلى الله عليه وسلم واستيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. قالت: فقلت: يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك. فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأول. قالت: فقلت: يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فركبت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت، وتوفيت في خلافة عثمان بن عفان سنة 28 للهجرة. والسؤال هو: من هي الصحابية التي تعرف بشهيدة البحر أو راكبة البحر؟ نعيد السؤال: من هي الصحابية التي تعرف بشهيدة البحر أو راكبة البحر؟ نساء المؤمنين. فكرة وإعداد مجدي فكري. تقديم ليلى الحسين وفضيلة الأستاذ عبد الجليل منصور. أرسلوا بجميع إجاباتكم كاملة على البريد الإلكتروني التالي gmm690am@gmail.com، علما بأن آخر موعد لاستلام الإجابات هو July 24th، وسيجرى السحب على الهواء مباشرة في August 3rd.